قال: باب ملاحم الروم. ولمسلم عن يسير بن جابر أنه قال: هاجت ريح حمراء بالكوفة. نعم. باب ملاحم الروم، يعني الحروب، الملاحم هي الحروب. نعم. قال: ولمسلم عن يسير بن الروم هم بنو الأصفر، الروم هم بنو الأصفر. نعم. ولمسلم عن يسير بن جابر قال: هاجت ريح حمراء بالكوفة، فجاء رجل ليس له هجيرا. هجيرا يعني ليس له عادة، هجيرا يعني عادة. نعم. إلا يا عبد الله بن مسعود، يبدو أنه في سقط. ألا ها؟ لعل فيه سقط. قال: إلا يا عبد الله بن مسعود. ألا يا عبد الله بن مسعود. وكان عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل، كان هو القاضي والداعية في الكوفة، والأمير أبو موسى الأشعري رضي الله عنهما. نعم. جاءت الساعة، قال فقعد وكان متكئا، فقال: إن الساعة لا تقوم حتى يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. ثم قال بيده هكذا ونحاها نحو الشام، فقال: عدو يجمعون لأهل الإسلام أو يجمع لهم أهل الإسلام. قلت: الروم. قلت: الروم تعني؟ قال: نعم. قال: ويكون عند ذلكم القتال ردة شديدة. نعم. ويكون عند ذلك القتال. نعم. ويكون عند ذلك القتال ردة شديدة. نعم. فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة. نعم، يعني يكونون شرطة. نعم. فيقتتلون حتى يمسوا، فيبقى هؤلاء وهؤلاء، كل غير غالب، وتفنى الشرطة. فإذا كان اليوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام، فيجعل الله الدائرة عليهم فيقتتلون مقتلة، إما قال: لم يرى مثلها، وإما قال: لا يرى مثلها، حتى إن الطائر ليقض بجنباتهم فما يخلفهم حتى يخر ميتا. نعم. يعني هذا الحديث فيه ذكر ما يكون من الحرب بين المسلمين وبين الروم في آخر الزمان، وأنه في النهاية تكون الغلبة للمسلمين، وذلك في أرض الشام. نعم. فيتعاد بنو الأب كانوا 100، فلا يجدون بقي منهم إلا الرجل الواحد. يعني يقتلون، يقتل بنو الرجل، القبيلة أو الأسرة تقتل ولا يبقى إلا واحد. نعم. فبأي غنيمة يفرح أو أي ميراث يقاسم؟ هذا يفسر أول الحديث: لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة، لأنهم يقتلون ولا يبقى إلا القليل. نعم. فبينما هم كذلك إذ سمعوا بناس هم أكثر من ذلك، فجاءهم الصريخ: إن الدجال قد خالفهم. خلفهم. إن الدجال قد خالفهم أو خلفهم أو خلفهم في ذراريهم. نعم. بينما المسلمون في الغزو قاتلون الروم وحصل لهم النصر، إذ جاءهم الصريخ، والصريخ هو الذي يحذرهم من شيء حصل، هو الذي يأتي نذيرا يخبرهم عن شيء حصل بعدهم،
وهو هذا الشيء أنه خرج الدجال في قومهم يتركون الغزو ويرجعون إلى أهليهم لأجل مقابلة الدجال ودفع شره. والدجال هو رجل من اليهود، رجل من اليهود يخرج في آخر الزمان، خروجه من علامات الساعة الكبرى، خروج الدجال. سمي الدجال المسيح الدجال من الدجل، وهو كثرة الكذب، لأنه كذاب كثير الكذب، معه فتنة عظيمة تغر كثير من الناس، ينخدعون به ولا يبقى إلا أهل الإيمان الصحيح يثبتون على دينهم حتى يأتي الفرج من الله سبحانه وتعالى، وإلا يحصل على المسلمين فتنة من الدجال. قال: وله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تنزل الروم بالأعماق أو بدابق. الأعماق مكان من من الشام، أو دانق، دانق أيضا مكان من الشام، نعم. فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا تصافوا قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم. فيقول المسلمون: لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا. فيقاتلونهم فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا، ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله، ويفتح الثلث لا يفتنون أبدا، فيفتحون قسطنطينية فبينما هم يقتسمون. هذا في قتالهم مع الروم. قسطنطينية عاصمة الترك، نعم. فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون، إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خالفكم أو خلفكم. هذا مثل الحديث الذي قبله، بينما هم يقاتلون الروم ظفروا بالروم وأخذوا الغنائم، إذ جاءهم النذير في أن الدجال قد خرج في أهليهم، نعم. وله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سمعتم بمدينة جانب فيها في البر وجانب في البحر؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق، فإذا نزلوها لم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم، قالوا: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط أحد جانبيها. نعم، يغزون المسلمون، يغزون هذه البلد، الظاهر أنها القسطنطينية، يغزونها ويكبرون الله تكبيره ويهللون ثم تسقط، كل ما كبروا وهللوا سقط جانب منها بدون قتال، نعم. قال ثور: لا أعلمه. قال: إلا الذي في البحر. أي نعم، يعني الجانب اللي في البحر منها يسقط بالتكبير، نعم. ثم يقول: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط جانبها الآخر. ثم يقول الثالثة: لا إله إلا الله والله أكبر، فيفرج لهم فيدخلونها فيغنموها. فبينما هم يقسمون الغنائم إذ جاءهم الصريخ. هذا مثل الحديث الأول، إلا أنه أوضح منه، لأنه أوضح منه، وأنهم ظفروا بعدوهم وانتصروا عليه بدون قتال بل بذكر الله عز وجل. فبينما هم بعد هذا النصر ويقسمون الغنائم، جاءهم الخبر عن ظهور الدجال في أهليهم، نعم. إذ جاءهم الصريخ فقال: إن الدجال قد خرج
فيتركون كل شيء ويرجعون. نعم، إلى أهلهم. قال: ولي أبي داود وغيره عن ذي مخمر، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سيصالحكم الروم صلحا آمنا، ثم تغزون أنتم وهم عدوا، ثم تغزون أنتم وهم عدوا، يعني تجتمعون أنتم وياهم على قتال عدو للجميع. نعم. فتنصرون وتسلمون، ثم ينصرفون حتى ينزلون بمرج ذي تلول، فرفع رجل من أهل الصليب الصليب فيقول: غلب الصليب. فيغضب رجل من المسلمين فيقوم إليه فيدفعه، فعند ذلك تغدر الروم، فيجمعون للملحمة، فيأتون تحت 80 راية، يجمعون فيجمعون للملحمة. نعم، للملحمة يعني القتال بينهم وبين هؤلاء الروم الذين نسبوا النصر إلى الصليب. نعم. فيأتون تحت 80 راية، تحت كل غاية 12,000. نعم. قال: وله وغيره عن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الملحمة الكبرى وفتح قسطنطينية وخروج الدجال في 7 أشهر. حسنه الترمذي. يعني كلها تجتمع هذه الحوادث العظيمة في هذه الأشهر، 7 أشهر فقط، يعني مدة قصيرة. نعم. قال: وله عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: من قلة نحن يومئذ. هذا من علامات الساعة، تداعي الأمم على المسلمين، تداعي الأمم، أمم أهل الأرض من الكفار يتداعون على المسلمين، يجتمعون على قتال المسلمين، هذا من علامات الساعة. والمسلمون في ذاك في هذا الوقت ضعفاء بسبب انشغالهم بالدنيا. نعم، مع كثرتهم، مع كثرتهم ضعفاء، لأن الكثرة لا تكفي إلا مع الإيمان، كثرة مع الإيمان، أما الكثرة بدون إيمان فإنها تكون قليلة. نعم. قال: بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. المسلمين يعني. نعم. ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم. كان العدو يهاب المسلمين، ثم في آخر الزمان بالعكس تنزع المهابة، مهابة الكفار من المسلمين، تنزع من المسلمين، فيصير الذي يهاب هم المسلمون، يهابون الكفار، بدل أن كان الكفار يهابون المسلمين انعكست، صار الكفار، صار المسلمون يهابون الكفار لضعف الإيمان، ذلك لضعف الإيمان عندهم. نعم، هذا من علامات الساعة، تخاذل المسلمين، انقسام المسلمين، دخول المذاهب الضالة على المسلمين، تفرق المسلمين إلى فرق مختلفة، كل هذا يضعف المسلمين. نعم. وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال في قلوب قائل المسلمين يعني. نعم. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هذا هو السبب، إذا أحب المسلمون الدنيا وكرهوا الموت في سبيل الله والجهاد في سبيل الله، عند ذلك يحدث هذا الذل الذي يضعه الله فيهم. نعم. قال: ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه، فيقتل من كل 199، ويقول كل رجل منهم:
لعلي أنا الذي أكون أنجو. وفي رواية: فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. فتنة ظهور هذا الجبل من الذهب، إذا حسر ماء الفرات تقاتلون عليه، هذا من انشغالهم بالدنيا والطمع، وهذا هو الذي أذلهم أمام عدوهم. يقاتلون بينهم، المسلمين يتقاتلون بينهم، كل يريد أخذ هذا الذهب، فتنة. نعم. قال: وله عنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا منعت العراق درهمها وقفيزها، ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر إردبها ودينارها. يعني البخل، إذا حصل البخل بالمال حصلت المصيبة. نعم. وعدتم من حيث بدأتم، يعني تعودون أذلة مثل ما كنتم قبل الإسلام. نعم. وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم. نعم. شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه. يعني الراوي يقول: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام، وأنه سمعه منه، شهد لحم أبي هريرة ودمه على هذا، إما بتأكيد الرواية. نعم. قال: وله عن المستورد القرشي أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. فقال له عمرو بن العاص رضي الله عنه: لئن قلت ذلك إن فيهم لخصالا أربعة، إنهم لأحلم الناس عند فتنة، وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، وأوشكهم كرة بعد فرة، وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف، وخامسة حسنة جميلة، وأمنعهم من ظلم الملوك. نعم، يعني إن الروم فيهم صفات طيبة، فيهم صفات طيبة مع كفرهم، مع كفرهم، لكن فيهم صفات طيبة. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. ومنهم من إذا سمع ما أنزل إلى الرسول فإنه يبكي ويؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. فالنصارى أكثر إسلاما، أكثر دخولا في الإسلام من غيرهم، وأكثر رأفة ورحمة وإن كانوا كفارا. أما اليهود قبحهم الله، فهم أشد الناس عداوة مع المشركين. شوف، مع المشركين عباد الأوثان، مع أنهم أهل الكتاب، مع أنهم أهل الكتاب، لكن ما نفعهم كتابهم، صاروا مثل عبدة الأوثان. ولتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، شاركون عبدة الأصنام مع أنهم أهل الكتاب، ولم ينفعهم كتابهم لما لم يعملوا به. نعم. قال: فالذي يسلم من النصارى أكثر من الذي يسلم من اليهود. نعم. قال رحمه الله تعالى: وله عن جابر بن سمرة عن نافع بن عتبة رضي الله عنهما أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قوم من قبل المغرب عليهم ثياب الصوف، فوافقوه على أكمة، فإنهم لقيام ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد، فقالت لي نفسي: إيتهم فاقعد بينهم وبينه لا يغتالونه. ثم قلت: لعله نجي معه. يعني تحدثون. نعم. فأتيتهم فقمت بينهم وبينه، فحفظت منه أربع كلمات
أعدهن في يدي. إن الرسول صلى الله عليه وسلم نعم. قال: تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله، ثم فارس فيفتحها الله، وتغزون الروم فيفتحها الله، ثم تغزون الدجال فيفتحه الله. قال: قال نافع: يا جابر، لا نرى الدجال يخرج حتى تفتح الروم. نعم. قال: وله عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم، هذا الحديث فيه البشارة للمسلمين أن الله ينصرهم ويفتح عليهم إذا في آخر الزمان، يعني ما ييأس المسلمون مع كثرة الفتن والكروبات والشدائد، إلا أن هذا الدين يبقى، ويبقى له أهل يتمسكون به، وينصرهم الله، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. نعم. قال: وله عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. نعم، من علامات الساعة خروج هذا الرجل، أنه يتسلط على الناس بسلطانه، هذا أيضا من علامات الساعة. وقحطان هي القبيلة المعروفة، لأن العرب ينقسمون إلى قسمين: قحطانية وعدنانية. قحطانية وعدنانية. نعم. وله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تذهب الأيام والليالي حتى يملك رجل يقال له الجهجه. الجهجه، نعم، اسم هذا، اسم الرجل الذي من قحطان اسمه الجهجه. نعم، الجهجه، ومن علامات الساعة. نعم. قال: وله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما كأن وجوههم المجان المطرقة، ولا تقوم الساعة، يعني الترك، قاتل العرب الترك. نعم. ولا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما نعالهم الشعر. نعم، من يعني من المغرب والله أعلم. نعم. وفي لفظ: تقاتلكم أمة ينتعلون الشعر وجوههم مثل المجان المطرقة. المجن، المجان جمع مجن، وهو ما يتخذه المقاتل سترة دونه ودون سلاح العدو. نعم. وفي رواية: لا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما نعالهم الشعر، ولا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما صغار الأعين ذلف الأنوف. يا ولاي، صفة الروم والله أعلم. نعم، صفة الترك. نعم. وفي لفظ: يقاتل المسلمون الترك. ترك، هذه تفسر الكلام السابق. نعم، أن المراد بهم الترك. نعم. يقاتل المسلمون الترك قوما وجوههم كالمجان المطرقة. نعم. يلبسون الشعر ويمشون في الشعر. صارت الصفتان للترك، هم اللي يلبسون الشعر وينتعلون الشعر، ووجوههم كالمجان المطرقة، صغار الأعين إلى آخره. نعم. نعم. قال: وللبزار عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينا أنا نائم رأيت عمود الكتاب رفع من تحت رأسي، فظننت أنه مذهوب به، فأتبعته بصري فذهب به إلى الشام، ألا وإن الإيمان حين تقع الفتن بالشام. صححه عبد الحق. نعم، فيه فضل الشام، وأنها في آخر الزمان تكون هي مقر الإسلام. نعم. قال: ولي أبي داود عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة إلى جانب مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام. والغوطة يزال اسمها موجود الآن، يسمونها غوطة دمشق. نعم. ولابن أبي شيبة عن أبي الدرداء. نعم. إيش؟ قال: ولابن أبي شيبة عن أبي، ولا أبي؟ عن أبي الظاهر. نعم، أبي. نعم.
عن أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معقل المسلمين في الملاحم دمشق، ومعقلهم من الدجال بيت المقدس، ومعقلهم من يأجوج ومأجوج الطور. يعني يتحصنون بهذه الأشياء، الشام في بيت المقدس، في الطور مع عيسى بن مريم عليه السلام: حرز عبادي إلى الطور. ينحصرون في الطور من يأجوج وماجوج، ثم يهلك الله يأجوج وماجوج بالمرض والوباء، ثم يخرج المسلمون من حصارهم فرحين. نعم، أحسن الله إليكم. في نسخة تقول: عن أبي الزاهرية. نعم، ولابن أبي شيبة عن أبي الزاهرية بدل أبي هريرة. كان مكتوب أبي عندنا فقط. كان مكتوب عندنا: ولابن أبي شيبة عن أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، في نسخة عن أبي الزاهرية. يعني ساقطا. نعم، كلمة كلمة. أنا قال: معقل المسلمين في الملاحم دمشق، ومعقلهم من الدجال بيت المقدس، ومعقلهم من يأجوج ومأجوج الطور. نعم. قال: ولابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت الملاحم بعث الله جيشا من الموالي، هم أكرم العرب فرسا وأجوده سلاحا، يؤيد الله به الدين. نعم. قال: ولمسلم عن حذيفة بن أسيدة أنه قال: اطلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من غرفة ونحن نتذاكر الساعة، فقال: لا تقوم الساعة حتى يكون عشر آيات: طلوع الشمس من مغربها، والدخان، والدجال، ويأجوج ومأجوج، ونزول عيسى بن مريم، وثلاث خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر، تبيت معهم إذا باتوا، وتقيل معهم إذا قالوا. وفي رواية: وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس. نعم، تسوقهم إلى الشام، لأن أرض المحشر هي الشام الساهرة. نعم. عن معقل بن يسار مرفوعا: العبادة في الهرج كهجرة إلي. العبادة في الهرج، يعني يكون الإنسان يشتغل بالعبادة في الهرج، يعني وقت الفتن. الهرج هو الفتن بين المسلمين، اللي تجنبها ويشتغل بالعبادة يكون كالمهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه فضل العمل الصالح في وقت الفتن، وأن الإنسان لا يدخل فيها ويشتغل بالعبادة. نعم. وله عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث آيات إذا خرجن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض. نعم، هذه الآيات الكبار الثلاث ينتهي قبول الإيمان والتوبة، فلا يقبل التوبة ولا ينفع الإيمان الذي يأتي بعدها. لم تكن آمنت من قبل، أما إذا ما آمنت إلا بعد طلوع الشمس من مغربها ما ينفع هذا ولا يقبل. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك؟ يأتي سبحانه في المحشر للفصل بين العباد إتيانا يليق بجلاله سبحانه، أو يأتي بعض آيات ربك، وهذه هي طلوع الشمس من مغربها. يوم يأتي بعض آيات ربك، يعني طلوع الشمس من مغربها، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، لأنه يغلق باب التوبة
إذا ظهرت الشمس من مغربها يغلق باب التوبة. ظهرت الدابة، الدابة تسم الناس، تكتب على المسلم مسلم، تكتب على الكافر كافر، ولا يتوب من الكفار أحد، ولا تقبل توبته حينئذ. نعم، فيتبايع المسلم والكافر، يقول المسلم يا كافر ويقول الكافر يا مسلم. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.